وهل في سلفيين في السودان؟ اي في سلفيين في السودان. قال بالاسم، ما اعرف بالاسم. انا الفا، انا الفا بتاع السودان هنا، اقول لك ده سلفي وده ما سلفي، ماسك المهرجلين في البلد دي يعني. وانت جاي تعال وريني الصوفيه في البلد دي، بتعرفهم صوفيه؟ انا بعرف حميده وحامد السماني والكلب اللي زيك ده، وتاني في عطاله كتار، لكن ادرني اوريك السلفيين في السودان بالاسم؟ في سلفيين نحن ما بنعرفهم، في ناس على منهج السلف الصالح انا ما بعرفهم ولا انت بتعرفهم، ناس على عقيده صحيحه قاعدين بعيدين خالص، تلقاهم شغالين كشف للصوفيه، كشف لانصار السنه، كشف للتكفيريين، شغالين منهج سلف واضح، ديل سلفيين. انت قال لك احنا سلفيين ديل تكون معانا وتجي تخش الحلقه دي بعد ذاك؟ في ناس سلفيين وعلى منهج السلف الصالح برا السودان وجوا السودان وبعيدين خالص انت، لكن دارني ده داير يجيبوا له لسته. طبعا الشيخ مزمي الفقيري، دارني اقول له كده، الشيخ مزمي الفقيري والشيخ ابو بكر اداب والشيخ شهاب عوض والشيخ ادم النجيري والشيخ محي الدين والشيخ نورين والشيخ نبيل، ديل سلفيين، ديل سلفيين اهي، انت ولا على كيفك، لكن ما براهم السلفيين في البلد دي، ما براهم السلف. انت تجيب دليل انه ديل ما سلفيين كذا، انا ذات اقلب لك الكوره عليك. انت مش قلت ان احنا ما سلفيين؟ جيب دليل، تعال قوم على حيلك، وين هو البزال ده؟ ورينا انه ديل ما سلفيين اخواننا ديل، جيب دليلك انه ما سلفيين. انا بقول لكم انه ديل سلفيين، وفي غيرهم يدعو الى منهج السلف الصالح، الكتاب والسنه، لكن انت ما انصار سنه مرضان، مخك ده ها متربس وخدت ليك قفل مكتوب فيه انصار السنه، زول انصار سنه سلفي، ما انصار سنه ما سلفي، انت ما مبرمج انا اسوي لك شنو؟ انت مبرمج كده، برمجتك دي غيرها في انت دار لك فورمات يجيبوك هنا واخواننا ده ينزلوا لك ويندوز بجاي، انت بعد ذاك تسلك، انت كلامي؟ لكن المنهج السلفي في منهج كتاب والسنه بفهم السلف الصالح، النبي عليه الصلاه والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ده المنهج السلفي، لو لقيت زول ماشي بالكتاب والسنه بفهم السلف الصالح ده الزول السلفي، بقى في حلقه الحاج يوسف، حلقه مطقت، حلقه الرتينه بقت، في النهايه ده الزول السلفي وده الزول على المنهج الحق. لكن اما الزول زي محمد مصطفى عبد القادر، الزول يومي بدين جديد، يومي محمد مصطفى عبد القادر يومي طالع له بمنهج جديد، ما عنده منهج واحد. قبل فتره شغال ساله من الحلبي، قال الحلبي زول مبتدع ويثني على الاخوان المسلمين ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وتبين لي بانه ما ليس بسلفي كويس. بعد كم شهر ساله من الحلبي، قال الحلبي عالم من اهل السنه والجماعه رغم انفق عصبجي عشان ماشي كويس. بعد شويه ودوا مصر، انت عارف مشى هناك البلد ديك خليه، المهم مشى مصر لقى صاحبك الرضواني، جلد له الحلبي، قال له الحلبي يثني على محمد حسان، والله لا ما عارف، ما عارف بالله، انت ما قلت انا ود البلد، ها ود البلد طلعت دلوك سايد، ما عارف يعني انه الحلبي يثني على محمد حسان، محمد حسين، انت شغلك قايل حلقوم كبير، انت هنا شغال يدافع عن انصار السنه المحمديه. وقبل فتره الشيخ العاطل المجرم محمد مصطفى عبد القادر زعلان، تعال خش او تنطم من برا، الزول ده قبل فتره كان يطعن في انصار السنه ويحذر من انصار السنه، وكان جوا المعهد بتاعه ده، جوا المعهد كان بيحذرنا من انصار السنه، بل الزول ده تعرف بلاته، قبل زمان كان بيجيب لنا شيخ ابو بكر، شيخ ابو بكر ده كان بيجيبه لنا يدرسنا في المعهد، هسي قال ابو بكر جاهل وكافر، معناه كان بيجيب لنا كفار يدرسونا مجرم صح؟ تزول ده مجنون ولا شنو؟ والله زمان كان يجيبه محمد مصطفى ما في، بيجينا ابو بكر، ولليل انا كلام ابو بكر كاتبه قاعد، هو يجيب لنا كفار يدرسونا وناس جهال ها؟ عشان تعرف انه الزول ده بدل وغير المنهج بتاعه. اثبت على منهج واحد، خليك راجل يا محمد مصطفى، خليك راجل، وانت قربت تموت، عمرك ده خلاص انت عجزت، انت قايل نفسك لسه صغير عشان محنن دقنك يعني؟ انت ما سمعت الشاعر قال ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى، انت ده زي المرشين اللي عامله مكياج، انت عجوز يا شيخ محمد مصطفى عبد القادر، توب يا اخي ابقى راجل واثبت لك في منهج، اثبت لك في منهج واحد، شغلت النسوان دي ما بتنفع، المرة الليلة الراجلة لو جاب لها حاجة سمحة
بتشكر والله انت وطبعا وزول كويس وبتاع، بكره لو ما جاب لا تقوى والله انت هتعب زول، وهو دي شغلت عمك ده ذاته، شغلت الحريم دي خليها وافتح بلاغ جاهز لك يا كلب. انت لما انت تتوب من مساله سبك لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وطعنك في علماء الامه، حتى بعد ذاك نشوف موضوعك بتاع انصار السنه والاحياء التراث والدينار الكويتي، بنشوف الموضوع ده قدام ان شاء الله. لكن المساله سبيت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. نلتقي ان شاء الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.